يعتبر تجميل الأسنان واحدا من أكثر الإجراءات الطبية المطلوبة نظرا لما يحمله من تحسينات في النواحي التجميلية للفم والوجه، بالإضافة لتحسين النواحي الوظيفية للأسنان والتناظر الوجهي، مما ينعكس إيجابيا على صحة المريض الجسدية والنفسية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور حمدي البنا، إخصائي جراحة وزراعة الأسنان. أهلا بك دكتور. مرحبا دكتور. ما هو الجديد في تجميل الأسنان؟ هلا الشيء الجديد بتجميل الأسنان صار فينا ناخد صور ونجسم البسمة تبع المريض مسبقا قبل ما نشتغل بتم المريض على الكمبيوتر يلي هو ديجيتال سمايل ديزاين، يعني بنقدر نشوف كيف رح تطلع البسمة ونعطيه كذا شكل للمريض ونرجع نطبق يلي طلع على الصورة إذا بيناسب وجهه اكزاكتلي بتم المريض. ودكتور إلى أين وصل علاج تقويم الأسنان؟ تقويم الأسنان صار كمان مختلف، صار أكتر حديث، صار فينا نعمل اللاينر إنفيزيلاين كمان على الكمبيوتر بيقدروا يشوفوا كيف رح يكونوا أسنان، والمريض بصير بيلبس بلاستيك كل جمعتين ثلاثة بغيرها تا يوصل للنتيجة النهائية بدل ما يحط بريسز ويكون بشعة قدام العالم وكشكل. دكتور هل ما زالت قناة الجزر صعبة؟ قناة الجزر قديمة كانت تاخد ساعة تقريبا شغل مع حكيم الأسنان، هلأ صار كله على الكمبيوتر أو على مكانات هي بتشتغل لحالها وبتخبر الحكيم وين رح يوصل، وحتى الحشوة تبع القناة صارت محضرة مسبقا بأشياء معينة، لوك الشغل بدل ما ياخد ساعة صار بيخلص بربع ساعة وبيكون دقيقة أكتر. طيب دكتور هل زراعة الأسنان تعتبر جيدة للمريض؟ زراعة الأسنان بالنسبة للقديم أكيد تحسنت وتقدمت كتير لدرجة أنه ما بقى نحكي بالفشل، صارت كتير متقدمة وصارت حل مشاكل الختياري اللي ما عندهم أسنان أو المريض يلي بيخسر أسنانه تا يصير عنده أسنان بورسلين ويقدر يكون حياته طبيعية. ودكتور هل أصبح التصوير الشعاعي للأسنان أكثر أمناً؟ التصوير الأشعاعي صار كتير آمن بالنسبة للقديم، صار كمان ديجيتال ما بقى في زوم يعمل إكسبوجر يكبس كتير الطبيب الأسنان، والمكانات خففت الأشعة تبعيتها لدرجة إنه المكانات الجديدة صارت بس مثل الكاميرا، الحكيم الأسنان ما مضطر يظهر بياخد صورة وبتطلع دغري كمبيوترايزد على الكمبيوتر، كمان الحفاظ عليها صار مناسب لأنه قديما كنا في أشعة وتخلص مدتها بعد 5 سنين ما نقدر نشوفها. دكتور هل أصبح يعني الليزر أكثر تطوراً حالياً؟ الليزر كمان ساعد بطب الأسنان، ساعد أنه يعمل نعمل جوار بلا بنج وبلا صوت الخربر مع شوية حدود فيها، بس هيدا النتيجة تبع الليزر. كمان الليزر بيقدر يساعد بالهيلينج بروسس، يعني إذا المريض أبعى سن ما يوجع كتير بيقدر يقطع مراحل الليزر بتخفف الأوجاع، كمان الليزر كمان ساعد بالتبييض والليزر ساعد تنشوف وين في سوس بسن المريض. طيب. ودكتور هل تطورت حشوات الأسنان؟ حشوات الأسنان أكيد تطورت، كانت فضية قبل وكان حكيم يضطر يعمل جورة كبيرة تا يقدر يحط حشوة، هلأ صارت بيضة والحشوة كانت صارت سوسة، يعني منشيلها على القد وما قدروا الجورة تكون كبيرة وشكلها صار حلو. ودكتور أخيرا هل تغير مفهوم طب الأسنان؟ طب الأسنان تغير كتير، قديما كنا نقول التلبيس بيخدم 10 سنين، كنا نقول الزرعة بتخدم 10 سنين، وكنا نقول إنه المريض بيكبر مع العمر وبيخسر أسنانه مع العمر، هلأ الحشوات فيها تضل أطول من هيك، التلبيسات والزرعات بيبقوا مدى الحياة إذا المريض حافظ عليهم والحكيم عمل شغله بطريقة مزبوطة والمريض مش ضروري يخسر أسنانه، فيه خطر ويكون أسنانه كلهم تموا.